الرحيم. نكمل بقى في الجزء ده، ايه وضع الخامات على الجبال والأرضية مبدئيا. تعالوا خامات، آسف، البلانتس أو الأشجار على الجبال اللي موجودة قدامنا. تعالوا الأول نروح للتوب ونروح للأولاني ده. اولا الجبل ده اللي قدام الكاميرا على طول، اللي هو في الميد جراوند، لكن انا عايز اخد الاول اللي في الفور جراوند علشان ناخدهم بالترتيب. هاجي على اللي في الفور جراوند واضغط دبل كليك على الماتيريال، هيجيب لي ده الروكس اند بلانتس، وده الماتيريال جواها طبعا الفيجيتيشن والفيجيتيشن اورجانيك، اي واحده في الاثنين، بس انا هاخد دي بحيث ان هي منتشره بشكل اكبر من دي. هاخد دي لان دي اللي هتبقى اللي عليه اللي على اساسها توزيعه الايكو سيستم او توزيعه البلانت. هختار دي واروح اخليها ايكو سيستم. اجي بعد كده في جنرال اروح لاد، من اد اخد بلانتس. طبعا في هنا مجموعه بلانتس خاصه بجي اف اكس، وفي هنا مجموعة بلانتس برضو انا كنت جايبها من على النت. طبعا انت اختار اللي يعجبك. انا عايز اختار دي او اختار دي، ودي يستحسن علشان مقربة شوية للشجر اللي كان في الفيلم، لكن او نختارها وارفع لكم بالمرة المجموعة دي. لو انا عملت اوكي بس يا رب بس ما يكونش هي دي، البوليجونز بتاعتها اقل، لكن هنجرب دي ونشوف هل الفيو هيديني تحذير ولا لا. تمام، مفيش اي مشكلة. هختار الريد اواك وهعمل الدنسيتي اللي هي الكثافه. طبعا ازود الدنسيتي، ممكن حاجه من الاثنين، يا اما اسيب الديكي نير فورن اوبجكتس، وبالطريقه دي اي بلانت قبل ما هتوصل، لو مثلا يعني الجبل ده لو في جسم تاني وراه هيحصل اضمحلال او تلاشي للنبات ده او للشجره دي. والله يعني هو كده كده احنا مش محتاجينها، لكن نخليها عشان تدينا ديبث او عشان تدينا عمق. احنا نخلي الدنسي قليله شويه وبعدين نشوف او نختبر طريقه الانتشار، وبعد كده نرجع نزودها لو احتاجنا. هروح للسكيل اند اورينتيشن، وطبعا ده الحجم. طبعا لو انا زودت السكيل شويه ممكن يديني نتيجه احسن، بس خلي بالك ان ده قريبه من الكاميرا فممكن تغطي على الكاميرا، فهنخلي السكيل قليل شويه. ممكن اقول له فاريبل سكيلينج بحيث ان انا اخد سكيل متفاوت. طبعا الفاريبل سكيلينج ممكن اعمل لها درايف فانكشن او اخلي فانكشن هي اللي تتحكم فيها. لو انا عملت رايت كليك قلت له اديت فانكشن، طبعا عندي هنا الفانكشن مضروبه في فلتر. خلاص الفلتر ده طبعا اللي هو ممكن ان انا احط فلتر مثلا وليكن زي اي فلتر. خلاص فينا حاجه للكالرز، تاني فينا حاجه للكالرز على ما اعتقد، ساتوريشن راوند مش عارف ايه، اذر فلترز، عايزين حاجه فيها راندوم، انفرس ساتوريشن كليب برش كليب، اي فلتر مش مشكله. ناخد ترين بروفايل وليكن مثلا ده في راندومايزيشن هو الكانيون، هنعمل كده. خلاص طبعا ده فلتر، الفلتر معمول له او محطوط له كونستانت يعني مضروب في صفر فيطلع نفس الفلتر. لكن على كل انا هحط كمان عشان اعمل ديستريبيوشن. خلاص فينا في السكيلينج ده، خلي على فكره ده القصه دي كده في الكلر. انا هروح للسكيلينج واخد فراكتال واوصل السكيلينج للفراكتال واقول له التيتيود، تمام، وازود او اقلل لارجست مش قوي عشان ما تبقاش قصيره قوي، والروفنس والجين تعلى شويه عشان يبقى فيه طبعا مش قوي كده علشان ما يبقاش فيه كونتراست بين السكيلز وبعضها. بعد كده بريزنس مش هنحتاج فيها حاجه. كلر ممكن نعمل كلر فاريشن بس بعد لما نشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. اولا هقوم عامل بوبوليت وانشرها بالشكل ده كده. طبعا هي اتوزعت هنا فهنعمل ريندر بسرعه ونشوفها، نشوف شكلها عامل ازاي او التوزيعه هتبقى عامله ازاي. طب نعمل رايت كليك ونخلي دي فاينل ريندر بحيث يبقى الجوده اعلى شويه بحيث نشوفها بطريقه انعم. السكيلينج واضح انه هيقل يعني مفيش فيها كلام، لان دي اولا كده قفلت لك قفلت الكاميرا.
ماشي، نروح للسكيلينج، نقلل السكيلينج شويه، نزود الدنسيتي. على فكره كده ممكن الفيو يدي لك تحذير ان العدد هيبقى بالملايين. هنعمل بوبيوليت، السكيلينج هيقل، مش السكيلينج بقى اللي هيقل، هو لو انا رايت كليك ورحت للفانكشن ورحت للفلتر ده ورايت كليك اديت فلتر، لا بلاش اديت فلتر، نعمل رايت كليك واقول له لود فلتر، هنعملها تدريجي، هنعملها تدريجي ونعمل اوكي، وبعدين نرجع نعمل بيبيوليت مره تانيه. تمام، برضه السكيل هيقل، بيبيوليت اعتقد كده بقى كويس، يقل كمان شويه، بوبيوليت ماشي، الدنسيتي نزود الدنسيتي حبتين، بوبيوليت ماشي، مفيش اي مشاكل. البريزنس، البريزنس يا اما بزقهم لقدامي برجعهم لورا عشان اتفادى موضوع ان انا ازاي افضل ازود في العدد عشان اغطي المساحه دي. فانا ممكن اعمل ايه؟ انا ممكن ازق الالتيتيود رينج، لو انا زقيت الالتيتيود رينج كده وعملت بيبيوليت كده انا زقيتهم لقدام، انا هرجعك، لا مش انت اسف، هاخد ده كده وازق دي كده فاجيبهم عندي شويه، تمام، هما كده بيجوا حبه حبه عندنا. الفازنس بتاع البوتوم ده طبعا علشان اعمل بلند بين الجذع وبين الارضيه بشكل مناسب وشكل كويس. طب لو انا قلت شلت الفاريبل سكيل وعملت بيبيوليت ماشي مفيش مشكله، لكن السكيل 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 هيقل عن كده كمان، بيبيوليت ايوه انا عايز السكيل بالمنظر ده، الدنسيتي نعليها شويه، بيبيوليت ماشي، نرفع السكيل سنه، تمام، نروح للبريزنس، لا نخلي دي كده بقى كده تبقى عندنا فعلا كده عندنا، نزق دي كده تمام. ممكن نعلي نفتح التوب شويه، نعمل رندر ونشوف السكيل هيقل، هو مو على فكره ممكن ما يقلش، بس هنقلله على اعتبار بس ان انا عايز التل اللي في النص ده يبان، هسوق قدام شويه، السكيل اقلله، الفاريبل سكيل افتحها مفيش مشكله، كده حلو قوي كده جميل، ارفع سنه بس بسيطه، على فكره كل الموضوع ده تجربه، تمام قوي كده، حلو قوي قوي قوي. طيب ممكن اقول ديستانس فروم سيرفس بحيث اخلي شويه حاجات مايله وكده يعني بالظبط زي راندوم كده، تمام. الروتيشن اول اكسس، لو انا عملت كده يبقى في كل حتة طبعا أشجار مايلة، أرجع دي شوية كده، أزقها شوية لقدام، طبعا كده في كل حتة كده إدى راندومايزيشن أكتر. ممكن نروح للبريزنس تاني والسلوب كونسترينس ده الانحدار. طيب على سبيل المثال لو انا رحت زقيت ده كده والفوزن ستوب قللته شويه، الفوزن سبوتوم قللتها شويه، تمام، انا عايز اجيبهم عندنا. طيب لو انا رحت للسكيل اند اورينتيشن، طب رحنا للدنسيتي وشلت الديكي، لا ما يعملش حاجة. طيب احنا نزود السكيل سنة بسيطة، بيبيوليت ممكن كمان سنة، بيبيوليت سنة بسيطة كمان، بيبيوليت لا مثل كده، حلو قوي دي، هنسيبها على كده.
طيب نروح تاني ل add planets واخد وليكن شجرة زي دي واعمل كده واقول له populate كده ياخد كله مع بعض. طب density نزود density كمان شوية populate نعمل render اوكي ونعمل render ويستحسن render في السكرين. هو ده الشكل اللي هيطلع في الريندر او شكل الاشجار، لكن انا اللي انا شايفه حاجه تانية خالص. هروح للفيجيتيشن واروح لجنرال واشيل دول. تمام شيل دول خالص، شيل فاريبل سكيل حتى نعمل ريسيت للفانكشن. تمام في نصيحة يا جماعة عايز اقولها لكم بعد اذنكم، يا ريت وانت بتسمع الدرس ما تطبقوش من اول مرة، اسمع الدرس الاول خد فكرة عنه وبعد كده تسمعه تاني وتطبق ورايا. يعني انا بحب دايما اشتغل بطريقة التجارب، ما بحبش ان انا يعني في ناس يمكن عارفة عني الموضوع ده، انا ما بحضرش الدرس اصلا، فبعتمد دايما على اننا نجرب ونغلط ونشوف الاحسن ونحطه ونعمله، بدل ما تاخد المعلومه كده يعني كاني بسقيها لك بكوبايه وانت ما انتش عارف هي جت منين ولا راحت فين ولا احنا جربنا ايه على ما نوصل لها. فيستحسن انك انت تتابع، مجرد انك تسمع تاني مره تبدا تطبق هتلاقي المعلومه سبتت عندك بدل المره اتنين، في تالت مره تقدر تعملها لوحدك بدون اي مشاكل. يعني كان المفروض اقول الكلام ده في اول محاضره لكن يعني وقت ما افتكرته. نسيت كنت اعمل ايه؟ كنت اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا هنروح للخامه بتاع الفيجيتيشن ونحط عليها البلانتس. قبل ما نروح لخامه الفيجيتيشن انا عايز الاول اخش على الترين ده في دي، عايز ازود الديتيلز بتاعت الترين ده شويه، انا عايز ازودها حبتين. لو انا حتى زودت كده الخامه بتختلف على فكره اختلاف كلي وجزئي، بس كله على دماغ مين؟ عدد البوليجونز اللي تحت. لو انا عملت كده طب كده كده رجعت زي ما كانت كده تبقى احسن شويه، واعمل اوكي تمام ونجرب نعمل ريندر نشوف شكل الريندر هيبقى عامل ازاي. بصراحة أحسن بكتير جدا، حتى توزيعة الخامة بقت أحسن بكتير جدا من الأول. أنا هاخد كل الترينز بقى اللي عندي وأعملها بالشكل ده، هاخد ده كمان دبل كليك، ده أخليه برضو نفس الموضوع وأعمل أوكي وأجرب أعمل ريندر. ده هيدي بعد كده على فكرة توزيعة أحسن. يا نهار ابيض، فرق السما من الارض بصراحه مجرد ما عملنا زياده لعدد البوليجونز. تمام ناخد برضو نفس الموضوع في كله بقى، ناخد او مش في كله، انا هاخد في ده وده هسيب ده. واحده يقول لي يعني جت على واحد، اقول لك جت على واحد، انت بعد كده هتقول يا ريتني. ده طبعا ده انا زودته، انا خليته 24 على اعتبار الديتيلز بتاعته تهمني. ده 256 ده هخليه 512، مش عايز اكتر من كده فيه. الباشا ده دبل كليك، ده 256 يعني 512 برضو كفايه عليه. لو احنا عملنا ماكسمايز وجينا عملنا ريندر عشان نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، وهوقف وارجع لكم تاني. ادي الفرق. طيب نرجع تاني، ارجع للباشا ده طبعا دبل كليك عشان انا بكليك يمين على فكره، الايد دي بكليك يمين. هنا واروح لدبل كليك هنا، اروح للفيجيتيشن اد بلانيت، نختار مثلا الريد مابل. تمام ونجرب على طول من غير اي اعدادات. تمام نعمل بيبيوليت، هنلاقيها بالشكل ده كده. في بقى اوبشن اللي هو display full quality، لو انا حتى عليت الدنسيتي بس اقلل السكيل او اخليها variable scale واعمل populate
هلاقيها بالمنظر ده. اعلي بقى السكيل سنه، هلاقيها بالشكل ده. اقلل السكيل ده على واي، اخليه مثلا وليكن 8 من 10، واعمل بيبيوليت تاني، هلاقيها قلت في اتجاه الواي. هزود السكيل سنه، شيل بيبيوليت كده بقى مش هينفع. ماشي، خلينا على كده. في المابنج وورلد ستاندرد ممكن انا اخليها اوبجكت ستاندرد ونجرب. اداني انت اعتقد اداني كده انتشار احسن، حتى جاب لي هنا اللي انا عايزه. لو انا خليت الدنسيتي اعلى شويه وعملت بيبيوليت، زود لي الدنسيتي. في عندي بعد كده لو انا قلت له مثلا شيل الديكي واعمل بيبيوليت، بحيث ما يبقاش ما يحصلش ديكي قدام الكاميرا. انا مش عايز ديكي قدام الكاميرا، مش عايز اضمحلال بمعنى حرفي قدام الكاميرا. لو انا رحت بعد كده للكالر، ممكن اعمل كالر فاريشن، مش عايز كله يبقى واخد نفس درجه الخضار. ممكن البريزنس اصلحها، مش انت خد دي كده واعمل بيبيوليت، تمام، وبرضو ازق دي كده واعمل بيبيوليت بحيث اجيبهم عندنا شويه. بيبيوليت نيجي للكالر، اقول له فاريبل كالر. ممكن على فكره ان انا اعمل لود لكالر ماب واختار اي كالر ماب يعجبني، ولكن اختار دي على الفوليج بس. طب نشوف بيبيوليت ونشوف هل في لون. ده في لون ضايع، يعني انا مش عايز الاخضر ده. هنعمل اديت واخد اللون ده دبل كليك واخليه يروح للاخضر المصفر شويه بس غامق، مش عايزه فاتح. واخد اللون ده برضو عشان ما هيديني لون شاذ جدا. خلينا كده برضو في الغوامق ونعمل اوكي وارجع اعمل بوبيوليت مرة تانية. كده اداني فاريبل كولر. ولو انا قلت له اديت فانكشن برضو هنا فلتر، الفلتر بالمنظر ده، اقول له لود فلتر واخلي الفلتر يتنقل مرة يعني بتفاوت، واعمل اوكي وارجع اعمل بيبيوليت مره تانية. وممكن اقول له كلر ات لو دنسيتيز، يعني في الحته اللي ما فيهاش كثافه كبيره. اقول له مثلا الكلر خليه الاوريجينال كلر وليكن اللون الدبلان قوي ده بالمنظر ده كده، واعمل بيبيوليت. بالظبط عندي هنا في اول اتنين اصلا مش مفيش دنسيتي بقدر عالي. ممكن اقول له الانفلونس او واعمل بيبيوليت مره ثانيه بحيث ازود الانفلونس شويه، واعمل اوكي وارجع اعمل رندر واشوف شكلها عامل ازاي. تمام، ده كده الشكل بتاعها، لكن المناطق دي مش عاجباني. طيب عشان تعجبنا بقى، اجي في الفيجيتيشن مش عارف مين، اروح لدي. اولا هي دي مش عاجبانا لسبب، لان الخامه دي طاغية على دي. فانا لو زودت دي ورجعت للفيجيتيشن وعملت بيبيوليت، فعلا اللي انا عايزه يتصلح يتصلح. هقلل السكيل بقى تاني واعمل بيبيوليت مرة تانية. بالظبط انا عايز كده، بس هنعمل حاجة احلى كمان. نروح للديفولت ماتيريال، وعايز اخلي دي تضغى بمقدار اكتر. طبعا كل ما دي هتضغى كل ما دي هتزيد. طبعا خلي بالك ان دي مجرد اشكال، لكن كل دوت من دي مكانها واحده. فانا هعمل بيبيوليت مره ثانيه، يعني هعمل بيبيوليت مره ثانيه، اروح للفيجيتيشن واقول له بيبيوليت. تمام، الدنسيتي اعليها سنه واقول له بيبيوليت ثاني كده، ازود الموضوع. طبعا اروح للبريزنس واقول له بيبيوليت. خلاص كده ظبطت. دي ازقها قدام شويه بيبيوليت
عشان يجيب لي اللي هنا، لان دي لو زقتها كده هتنزلي دول تحت. ماشي والله كويس، انا هزودها كده عن بيبيوليت بحيث اخد دبس لتحت، لانه فعلا انا عامله منحدر. السكيل لو قلت له فاريبل سكيل، رجعت عملت الايديت فانكشن بتاعتي مره ثانيه وجبت على السكيلنج. خلي بالك ان انت عندك برضه دنسيتي تقدر تعمل لها فانكشن. هروح هنا واقول له سمبل فراكتال، واروح لدي واقول له التيتيود يعني ارتفاعات. اجي هنا انا كل اللي انا عايزه بس ان انا حده التباين اخلي الجين كبيره شويه، الروفنس قليل شويه، واللارجست اريا قليله شويه بحيث يبقى فيه سموز، واقول له بيبيوليت مره ثانيه فيديني تفاوت في السكيل او الاحجام. زودت السكيل سنه بسيطه بيبيوليت بالشكل اللي انا شايفه ده كده. عايز اروح للديفولت، ممكن ازود الماتيريال دي سنه وارجع للفيجيتيشن مره ثانيه واقول له بيبيوليت مره ثانيه. متهيألي ما زادتش بالقدر الكافي او الملحوظ. هروح لفيجيتيشن مره ثانيه واقول له بيبيوليت. طلع الايرور. طب انا مش عايز يا سيدي، متشكرين. هيعمل لي طبعا انت لو عملت له كده هو بيشيل الايكو سيستم اللي انت عامله. فالحل نقلل الدنسيتي حبه ونقول له بيبيوليت مره ثانيه فهيحطه من غير اي مشاكل. والكلر طبعا الكلر بقى هنا وايد رينج، هزود دي حبه واقول له بيبيوليت عشان يبقى باين وواضح. اديت كلر ماب، الكلر ده لونه اسود، انا مش عايز طبعا، مستحيل انا اكون عايز اللون الاسود بالمنظر ده. طبعا انا الفيو طريقه الالوان بتاعه غريبه جدا يعني. طبعا اوعى تروح للاخضر خالص، خليك في الاخضر المسفر وانزل تحت شويه كده بحيث لا ده كده هتبقى كلها حاجه واحده. خليك في الاخضر ده كده في تدريج كويس. بيبيوليت تاني، ما عادش فيه اللون الاسود. نعمل كده ونعمل ريندر في السكرين وارجع لكم مره تانية. زي ما احنا شايفين هو الريندر ما شاء الله شغال في منتهى البطء طبعا، يعني كميه بوليجونز فظيعه. طيب ما احنا نعمل حاجه حلوه قوي. هنقفل ده ونروح للاخ ده كده فيجيتيشن جنرال، هشيل دي واقول له اد بلانيت واروح لتريز وناخد حاجه تكون البوليجونز بتاعها عدده قليل. ناخد حاجه البوليجونز بتاعها يكون عددها قليل علشان ممكن. طب نجرب دي كده ونشوف، ربنا يسهل. طيب انا اقول له بيبيوليت. يا نهار ابيض ده حجمها كبير قوي. طيب نشيل دي كده بيبيوليت تاني. بيبيوليت تاني. مش عارف نجرب. طب نجرب نشوف كده الرندر هيمشي ازاي. هو بصراحة الرندر يعني الرندر فيدي ماشي اسرع بصراحة بكتير من التانية. جميل قوي 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 قوي. فاضل بس احنا نعمل كلر فاريشن بحيث ندي لوك مش اسود احسن، دي باينه انها سودة كده. تمام ماشي. نروح كده ونعمل دبل كليك عفوا ونروح للكلر فاريشن. مفيش فعلا كلر فاريشن. اديت كلر ماب او لود وناخد ممكن ناخد دي او دي. دي كويسه بس هنعدل فيها. لو قلنا كلير ورجعنا قلنا بيبيوليت، هقلل الدنسيتي بس حبتين واقول له بيبيوليت الى حد ما مقبوله مع تغيير في الكلر. اديت كلر ماب، هنقلل بس كل الكلرز دي، هننزلها للغامق. هي على نفس الهيو بتاعتها او على نفس الدرجه، لكن انا هقلل للغامق. يبقى هنقل دي بس للاخضر واقللها بالشكل ده كده ونجرب
ببيوليت تاني ريندر، بس مش هيطلع شكله كويس. طيب لود ناخد دي، او الاحسن منها ناخد دي بوبوليت اخضر قوي. ممكن نيجي للكلر ده ونقلله شويه كده. اوكي ببيوليت مره تانيه، بالتالي كده اغمقت شويه. ايديت تاني، ناخد اللي بعده، ناخده كده تمام. ببيوليت متهيألي دي مناسبة، نجرب ونشوف في السكرين. بيتهيألي كده الفاريشن أحسن بكتير جدا جدا من الأول. حاجة واحدة فقط لا غير، على السكيل قلل السكيل شوية، ونروح هنا نزود الدنسيتي شوية، وربنا يستر الفيو بس ما يقولناش العدد كبير. تمام، لو عملنا بقى اوكي و سامبلنج كواليتي بوست نزودها شويه، و نروح هنا ممكن نعمل عشوائيه سنه بوبوليت، ماشي، بحيث نميلهم بس على بعض كده شويه. برضو كده بوبوليت، ماشي، لو قلنا اول اكسس بوبوليت تمام. نروح بقى كده ونعمل ريندر تاني كده، بقى نكون تمام وزي الفل. عايز تزود في الجوده شويه، روح في الفيجيتيشن، في الخامه نفسها، وارفع اي حاجه خاصه بالكواليتي بوست، الفازنس تمام. دي ليها علاقه بدمج الحاجات اللي بتتقاطع مع بعضها او بتخش في بعضها او الكلام ده كله. طبعا زي ما اتفقنا ان الالتيتيود رينج ده يا اما بزق الايكو سيستم قدام، يا اما بجيبه لورا. في الدنسيتي اعتقد لو رفعنا الكواليتي بوست شويه، عندنا فين تاني بريزنس مفيش مشكله. نراجع بس اخر حاجه علشان نبقى مطمنين وتمام التمام. تمام مفيش مشاكل. كولر مفيش مشكلة فيه، ممكن نزود الانفلونس بتاع الكولر ده شوية، والراديوس بحيث ان هو ياخد مساحة لون اكبر. تمام، نعمل اوكي. كده نكون انتهينا من الفور جراوند بلانتس، وان شاء الله في الجزء اللي جاي نتكلم على الميد والفار جراوند او الباك جراوند بلانتس. خليكم معانا، كان معاكم مهندس احمد الرحمن من GFX Academy.net. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.